كشف مصدر مسؤول في وزارة الطاقة تعرض سفينة نقل وقود كانت راسية في الفرضة المخصصة لتفريغ الوقود بجدة تعرضها لهجوم بقارب مفخخ، وأكد أن الهجوم تم في الدقائق الأولى من صباح اليوم ونتج عنه اشتعال حريق صغير وتمكنت وحدات الإطفاء والسلامة من إخماده، مؤكدا أنه لم ينجم عن الحادث أي إصابات أو خسائر في الأرض، كما لم تلحق أي أضرار بمنشآت تفريغ الوقود أو تأثير في إمداداته. وذكر أن هذا الهجوم الإرهابي يأتي بعد فترة وجيزة على سفينة أخرى في الشقيق وعلى محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، بالإضافة إلى هجوم على منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان.